أنا عبد الرحمن من اصدقاء الشرطة، وأنا سعيد لأنني تعلمت من برامج الشرطة الكثير. أنا مريم الحوساني صديقة الشرطة، وهم يودونا كل قسم تعلم الشرطة شو يسوون، وأنا إن شاء الله لما أكبر أستوي شرطية، وأنا وايد فرحان نسوي هالتجربة. اسمي مبارك محمد السويدي، الحمد لله وفقاني في اختيار الشرطة. محمد الشرطة خير أنفال بعده سخر. اسمي سالم خالد الزعابي، يوم بكبر اريد اكون ضابط في القياده العامه لشرطه ابو ظبي. اسمي علي، انا صديق الشرطه، يوم بكبر بشتغل في القياده العامه لشرطه ابو ظبي. الطيب اعتمى وايد خميس تعالي، ابي اصير الدكتوره. انا اسمي فاطمه خلفان المهري، انا صديقه الشرطه، انا لما بكبر بدي اصير شرطيه في اداره مسرح الجريمه. أنا هدى من أصدقاء الشرطة، وأنا أحب الشرطة كثير. منيرة رايق من قلم كثيري، أكبر في أسعار. اسمي حمدان، أنا صديق الشرطة، لما أكبر أعمل بالشرطة. أنا اسمي طيف سلطان حمد العمري، أنا صديقة الشرطة، إن شاء الله يوم أكبر أبغى أستوي شرطية. صرنا جولات وأقسام وايدة في الشرطة، وتعرفنا على أشياء وايدة بصراحة ما كنت أعرفها، إن شاء الله أستوي شرطية. بصراحة حبيت وايد مهنة الشرطة. في تجربة أمنية اجتماعية رائدة احتضنت شرطة أبو ظبي مجموعة من الطلبة حملوا اسم أصدقاء الشرطة، فهي تجربة رائعة بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية. اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اطلع على سير اختبارات القياس التي أجريت لأطفال جماعة أصدقاء الشرطة. امتحان صعب ولا خلنا نخبر؟ صعب ولا سهل؟ هذا سهل، تعرفون ليش؟ لأنكم أنتم أذكياء. وقال سموه: إننا كقوة شرطية تبهجنا دوما بسمة الطفولة الصادقة في وصفها معيارا حقيقيا لمدى ثقة المجتمع بنا. تشجيعا للأطفال وحثهم على أداء دور فاعل في المجتمع، استقبل اللواء ناصر الخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 12 طالبا وطالبة. وتكمن الفكرة من إطلاق الجماعة في مد التواصل بين الشرطة وفئة الشباب من طلاب المدارس من جهة، وتعميق الروابط بين الأطفال الأصحاء وذوي الإعاقة من جهة أخرى.
شفنا أشياء ما شفناها من قبل، وشفنا كيف تتحكمون بغرفة بمدينة أبوظبي كلها.